السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس الصف السادس الابتدائي. في درس النهارده بنتكلم عن the meaning of the proportion. يعني ايه كلمه proportion؟ proportion is equality of two or more ratios. يعني لو انا كان عندي ratio equal ratio بنقدر نقول ان الاكسبريشن ده كله على بعضه اسمه proportion. طيب تعالى نشوف السؤال بيجي لنا ازاي. بيجي لنا هنا يقول لنا complete each of the following tables، وبيقول لي عندي هنا من 2 لل 1 انا هنا عملت ايه؟ عملت divided by 2، يبقى العكس هنا انا هعمل times 2. فاكر لما كنا بنحل سؤال الريشيو وكنت بقول لك شوف الريليشن ما بين التو نمبرز؟ هي نفس فكره البروبورشن. فانا عندي هنا لو انا عندي اللي فوق عاوز اجيب اللي تحت كنت بعمل ديفايد باي 2، يبقى الريليشن ما بينهم ان انا بعمل ديفايد باي 2. يبقى انا هنا لو انا تحت وعاوز اجيب اللي فوق يبقى انا هعمل تايمز 2. يبقى هنا بقول له 2 تايمز 2 ايكوالز 4. انا عندي اللي فوق يبقى انا عشان اجيب اللي تحت هعمل ديفايد باي 2. 8 ديفايد باي 2 ايكوالز 4. 9 تايمز 2 ايكوالز 280. 15 divided by 2 equals to 7.5. 27 times 2 equals to 54. دي معنى كلمة البروبورشن. طيب تعال نشوف البروبورشن استنتجناه ازاي ده من التيبل اللي موجود قدامنا. يعني معنى كده the ratio between 2 to 1 is the same ratio between 4 to 2 is the same ratio between 8 over 4 is equals 18 over 9 is equals 15 over 7.5 is equals 54 over 27. تاني نشوف مع بعض question number 2. انا عندي هنا من 2 لل 6 عملنا times كام؟ عملنا times 3. يبقى كل واحدة من دول هعملها times 3. 5 times 3 equals 15. 4 and 1 over 2 times 3 equals 13.5. 45 دايما كنت هنا بعمل times 3 يبقى انا الناحية التانية هعمل divided by 3. 45 divided by 3 equals 15. 1.2 times 3 equals 3.6. 10 divided by 3 equals 10 over 3. يبقى استنتجنا من الموضوع ده ان 2 over 6 is the same as 5 over 15. The same as 4 and 1 over 2 to 13.5 is equals 15 over 45 is 1.2 over 3.6 is 10 over 3 over 10. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا بيه، وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.